طيب كده خلصنا من الشابتر. في هنا سؤال يعلمك على امر الادخال اللي هو الانبوت. هنا يقول لك اكتب برنامج تو برومبت ذا يوزر. من يوم ما اشوف كلمه برومبت ذا يوزر معناتها لحث المستخدم. طب ايش يعني يا مصعب لحث المستخدم؟ معناته انا اباك تكتب لي برنامج باستخدام امر الانبوت عشان تظهر رسالة للمستخدم، بعدين هو يدخل رقم من عنده ويدخل الشيء اللي ايش حسب السؤال. طيب عشان اقول لك لي لحث المستخدم انه يدخل ساعات الساعات ومعدل الساعات ريت بر اورز ليش تكمبيوت كروس باي. تكمبيوت كروس باي اللي هو حق الدفع او شيء زي كده. طيب معناته انا احتاج اول شيء ركزوا معايا، ها احتاج عندي حاجتين، احتاج اني ايش اني اظهر رسالتين. يعني هو البرنامج يبغى يطلع زي كده اوكي. معنى اخر انك تحتاج تستخدم امر الانبوت مرتين، او تظهر المستخدم انتر اورز بعدين اوكي، هو بعدين يحط رقم يطبع له بعدين ايش يظهر الرقم ده، بعدين تجيب امر ثاني انبوت اوكي امر ادخال ثاني عشان تظهر كلمه انتر ريت حلو، بعدين المستخدم يدخل رقم، بعدين لاحظوا معايا اذا ضرب عدد الساعات وريت طلع معايا البي حلو. طيب شوفوا كيف حليتها، بسيط الموضوع. جيت سميت مثلا اورز اوكي، متغير اسمه اورز وهو عباره عن امر ادخال يساوي انبوت، دخلت كلمه انتر اورز بعدين النقطتين الرئيسيه حطيت ايش ال 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 ايش قفلت السترنج واضح. في السطر الثاني عرفت متغير اسمه ريت وبرضه امر ادخال انتر ريت بير اورز حلو، وقفلت السترنج ب علامه التنصيص قفلت القوس. الان باقي ايش؟ لازم اجري العمليه، اجي اعرف متغير كذا اسميه باي وعباره عن ضرب الاورز في الريت. بس ركزوا معايا ركزوا الان ركزوا الان انه المستخدم حيدخل رقم الساعه مثلا 7 يدخل ريت مثلا 8، فانت اساسا لازم تحول هذا اساسا سترنج. عشان احول السترنج الى رقم لازم اما استخدم امر الانتيجرز او الفلوت. طبعا يا جماعة الخير يفضل نستخدم الفلوت لانه انا عندي يمكن الريد فواصل، فانا عشان استخدم اخلي المستخدم يدخل رقم لازم ايش اعرف متغير ترى اسميه باي مثلا حلو، واحط العمليه. هي عمليه عباره عن ضرب الساعات في الريت، لكن لازم شوفوا ركزوا معايا احول الشيء السترنج اللي جوه الساعات الى رقم، والشيء اللي جوه الريت الى رقم. فبحول رقم بفواصل احط فلوت زي ما انا كاتب هنا، بعدين بين قوسين احط الشيء المتغير اللي انا عرفته جوه الانبوت ايش هو اورز اتش ار اس علامه النجمه ضرب بعدين فلوت. ليه حطيت فلوت؟ عشان ابغى احول ابغى احول من سترينج الى نمبر، لازم اكتب نوع التايب اللي بحوله فلوت، بعدين اكتب الشيء اللي انا ليش عرفته في السطر الثاني سطر 4 ريت. الان يحق لي لما احط برنت احط كلمه باي بعدين فاصله باي. الكمبيوتر لما يروح الباي يشوف انك انت بتحول اورز الى فلوت ضرب الريت الى فلوت. يلا شوف كده حط رن، حط ساعات مثلا 10 ساعات ونص انتر، حط الريت حط مثلا 5 انتر. خلاص الان بعد ما حطيت انتر الامر الطباعي صار ضرب 10 ونص في 5. واضح ان شاء الله؟ يا رب تكون واضحه. ركزوا في الكتابه ان شاء الله، اكيد يجيك سؤال في اختبار يجيك الكود كامل ويقول لك ايش الطباعه تطلع لك اوكي. واضح ان شاء الله؟ بالتوفيق.